دائما ما نسمع بالأثاث الفاخر، الأثاث المميز، هذا الأثاث للي يبحثوا عن الاستدامة، اللي يبحث عن أثاث يدوم معاه لفترة طويلة. الأثاث الفاخر هو الأثاث اللي يجمل بيتك بتفاصيله الجميلة، اللي كل قطعة توقف عليها تكون هذه القطعة قطعة فنية. تشوف الاحتراف والدقة في صناعة الكنب والمزج في الخامات في قطعة واحدة، مثل القماش مع الجلد مع اللمسات الخشبية، مع التقنيات الجميلة اللي تضمن إلينا الراحة والمرونة في الأثاث. شو رأيكم؟ تشوف الجمال وتشوف الفخامة وتشوف التفاصيل الجميلة في القطع. شوفوا يا جماعة كيف هذا اليوم أنا أتكلم عنه، أتكلم عن الفخامة والتميز. وين المكان اللي فيه كل هالتفاصيل الجميلة اللي يوفر إلينا عدة خيارات بعدة موديلات، مثل الطقم الجميل هذا؟ يعني لو عندنا صالة تكون كبيرة أو مجلس كبير بإمكاننا نحط فيها الطقمين الجميلين والمميزين. أكيد عرفت وين، مهما تلف مهما تدور ما تلقى مثل العصفور. مولع الدنيا تخفيضات كبرى وفرصة شراء مرة مرة قوية للي يأثث، للي يبغى يبدل الأثاث حقه لا يفوتك العرض. طقم زاوية يكفي له من 8 إلى 10 أشخاص، ومن الأكثر مبيعاً عند العصفور. طبعاً هذا الظهر متحرك لجميع القطع، والسعر لأول مرة 9999 ريال. شوفوا نازل من كم. الجمال والفخامة بهذا الطقم، طبعاً هذا طقم الطاولات عندي مثله في البيت. طقم الكنب هذا يا جماعة 9994 ريال. الكرسي المفرد جاي متحرك يهبل الطقم. جمال هالزاوية والسعر 5995، بإمكانكم إضافة هذا الكرسي طبعاً لوحده. طاولة الطعام 6 كراسي. أنا اليوم إعلاني أقول للي يبحث عن الاستدامة والكواليتي، شوف فخامة الكرسي، عينكم على الفخامة والتفاصيل الجميلة. وسعر الطاولة من 10,000 صارت 4,950 ريال بس. هذا الطقم يجمع بين الجرأة والفخامة، ومتوفر منه هذا اللون. هذا اللون يجمع بين الهدوء والفخامة، شوف التفاصيل. وهذا الطقم زاوية، هذا من الموديلات الحديثة، ومتوفر منه هذا الطقم حق 8 أشخاص. اليوم ما نصور أثاث فقط، نصور لوح فنية من جد تحف يا جماعة. شوفوا هالطقم، هذا يكفي له تقريبا من 8 إلى 10 أشخاص. شوفوا جمال اللون، وشوفوا السعر 6996 ريال بس، ومتوفر منه هذا اللون الحلو. وأيضا عندكم هذا اللون الجريء، متوفر منه 3 ألوان، وسعره ما أحكي لكم. كل ما أصور في البيت قالوا لي طقمك من وين، قلت لهم الحركات تلقوها عند العصفور. شوفوا التكنيك، شوفوا الدقة، شوفوا التفاصيل. طبعا مع الطقم الحلو نمشي مع نفس التصميم، نفس الخامة، طاولة الطعام الحلوة هذه. شوفوا حركة الكراسي ومعاها الكونسولد الجميل، أثاث يحاكي الذوق الرفيع. جمال التفاصيل الحلوة في هذا الطقم، وهذا أيضا من الأطقم اللي وصل حديثا. اللي يأثث أكيد مريت أماكن كثيرة، قل لي وين لقيت مثل هالتفاصيل. شوفوا هالتركيبة الجميلة في هذا الطقم، يجنن. وجاية منها الزاوية، والله يا جماعة تجي. أقول لك اللي يتابع الإعلان الآن صعب تعمل سكيب، مناظر لأول مرة أشوفها أنا. وأنا في البداية قلت تخفيضات كبرى، والعصفور لما يقول تخفيضات يعني تخفيضات قوية وتخفيضات حقيقية. هذا الطقم أمريكي ومن شركة أمريكية، وسعره يا جماعة بعد الخصم شوفوا نازل من كم. من جد يا جماعة العرض يقول لك تعال يا حبيبي تعال، ومهما تلف مهما تدور ما تلقى مثل العصفور. وهذا أيضا أمريكي ومن شركة أمريكية، وسعره ما أحكي لكم. وهذا موديل آخر أيضا أمريكي، وشوفوا السعر خطير. ولا زال هذا الطقم متصدر عند العصفور بالخيارات حقه، من زاوية إلى طقم جاي مع الطاولات، يجنن دلون يا جماعة. وهذا من الأطقم أيضا اللي وصل حديثا عند العصفور. الحلو إن العصفور ما يجيب كميات كبيرة من الأطقم، يعني يظل الطقم حقك طقم متميز بين كل الأماكن. السكون والرواق والهدوء اجتمعت في هذا الطقم. طبعا هذا الحلو تقدروا تتحكموا فيه، يعني تشيل قطعة، تكبر الجهة هذه، تصغر من جهة ثانية. وجاي منه طقم، شو رأيكم يهبل صح؟ وهذه خيارات الألوان، على قولة واحدة من المصممين الداخليين تقول ما نحتار لما نجي نوصف الأثاث، نقول لهم خذوا من هذا الموديل موجود عند العصفور. من جد تخفيضات كبرى، من 19,000 صارت 9,999 ريال. غرفة نوم كاملة، سرير كمدينتين مع التسريحة الجميلة مع الدولاب ووحدة الأدراج. السعر صدمة صح؟ والأهم الأسعار والعروض الاستدامة
إنك تاخذ غرفة نوم تقول والله بقت معاي 10 15 20 سنة. هذا أثاث العصفور يحكي يا جماعة. طبعا غرفة النوم هذه كاملة وهذا سعرها، والله دلع. وعندهم تابي وتمارا، يعني أقساط بدون فوائد. غرفة نوم أكوين 9875 ريال. طبعا عندكم مساحة هنا حق التخزين، وهذه تسريحتها الجميلة، والله سعرها حلو. ومتوفر منها الكينج، على فكرة هذه من الأكثر مبيعا عند العصفور. عشاق المودرن والجمال والفخامة والجودة، 13894 ريال غرفة النوم هذه. طبعا تسريحتها، جمالها، تفاصيلها. دائما أقول لك قبل لا تسأل عن السعر، اسأل عن الجودة، اسأل عن التفاصيل الجميلة. شوف كيف الخشب، وهذا لون آخر. طبعا هذا اللي وقعت بغرامة، جميل اللون هذا. وهذه من ديزاينات التركية الفاخرة والجميلة. طبعا كل هذه الملحقات معاها يا جماعة، والسعر 15885. عينكم على الجمال، هذه حكاية، هذه غرفة النوم مليانة حنية يا جماعة. طبعا سعرها 15000 بدون هذا، بدون وحدة الأدراج، مع وحدة الأدراج والكرسي هذا راح تكون ب 18894. اليوم أنا أتكلم عن تميز. شوفوا كيف طريقة فتح الأدراج حقها، واو، من جد واو يا العصفور. غرفة النوم مودرن، طبعا من قرب تهبل أكثر من التصوير. شوفوا السعر، وفروا منها هذا اللون الكحلي بنفس السعر. شوفوا الجمال. وهذا عرضنا كان عند العصفور. طبعا هذه التخفيضات الكبرى تشمل الفرعين، هذا الفرع اللي موجود بصفوة وفرعهم اللي موجود بالخبر، واللي صورناه ترى مو كل الأثاث، جزء من الأثاث.